لو انت من الناس اللي فاكر ان في عالم الفخامه في بي ام دبليو ومرسيدس بس، فتعال اوريك هوندا بتعمل ايه في الموتوسيكلات مع واحد من اقوى وافخم الموتوسيكلات في العالم والاغلاها كمان، الستة سلندر اللي فعلا فعلا ممكن يغيرك الكلام ده. واحكم يا سيدي بعدها وسيب لي في الكومنتات تحت. الموتوسيكل ده تقدر تتحكم فيه بكل حاجه بالمفتاح ده بس. ايه الموتوسيكل ده؟ معانا ده واحد من افخم واغلى البايكات في العالم، الهوندا جولد وينج ال 2020. الموتوسيكل ده عامل راحة رهيبة للناس اللي عايزين تسوقه كأنك راكب أفخم عربية في العالم. ازاي الكلام ده وازاي هو فعلا بيديلك كأنك جوه عربية صغيرة؟ ده اللي هقوله لك النهاردة. خلينا استفتح لكم الموضوع كده بعيدا عن فكرة العجلتين براحة. الموتوسيكل، الموتوسيكل ده بيقدم كرسي كبير قوي للراكب الأساسي والمرافق. الكرسي ده فيه سخانات تقدر تشغلها وزراير التحكم الموجود هنا بالنسبة للراكب الأمامي والخلفي، مش هنزنقك معاه، حاطط لك كمان زراير موجوده هنا تقدر تتحكم فيها لتسخين الكرسي الخلفي او الامامي. حلو. سعه ايدك، الموتوسيكل ده كمان فيه سخانات مقابض موجوده هنا وموجوده هنا. حلو. انت دلوقتي ماشي على الطريق وزهقان لان الموتوسيكل ده من فئه التورنج المخصصه للسفر لمسافات طويله، المفروض الموتوسيكل ده تحب تقطع بيه 600 800 كيلو وانت ماشي مبسوط. هيجي لك الموتوسيكل ده ب كمية زراير أمامية هنا يمين وشمال. طب فيها إيه الزراير دي؟ الزراير دي فيها أولهم نظام شاشة أمامية كده، هنشوفه أول ما نفتح الموتوسيكل بدون مفتاح هتلاقيها موجودة أمامية هنا. أول طبعا ما بتشغل بتلاقي الترحيب من هوندا تقول لك أهلا بيك وتبتدي إن أنت يبقى عندك هنا مثبت السرعة، وهنا في جميع التفاصيل تقدر تخليك تتحكم في الشاشة، وهنا في تسخين الكرسي الأمامي وبعض الزراير تخليك تقدر تتحكم في نظام السيستم اللي هنا. طب السيستم ده جواه ايه؟ اولهم جواه جي بي اس او نافيجيشن سيستم زي العربيات بالظبط عشان تقدر تعرف انت موجود فين على الكوكب. وكمان في نظام سماعات موجود من اربع سماعات، واحده هنا والثانيه اللي هنا، والراكب الخلفي فيه اثنين هنا وهنا عشان تسمع اللي انت عايزه. طبعا الشاشه دي تقدر تربطها بالموتوسيكل بالموبايل بتاعك وتتحكم في كل التفاصيل اللي انت عايزها. كمان هنا في شاشات صغيره تعرفك كونديشن البايك، السند اللي جنب نازله، لو في شنطه مفتوحه، ايه الشنط دي، تعالوا نوريها لكم لسه. وهنا في كيلومتر وكلام زي كده. طيب قبل ما نشغل الموتوسيكل تعالوا اوريكم الشنط. الموتوسيكل ده بما انك هتسافر لمسافات طويله وزي ما بقول لك عربيه صغيره، هتحط حاجاتك فين؟ انت تقدر تفتح الشنط بمجرد ضغطه زرار هنا، هتلاقي في مساحه جانبيه فتحت لك هنا، مساحه كبيره جدا حوالي 58 لتر، وكمان مساحة في التوب بوكس أو المسند الخلفي تقدر تفتحها موجود من هنا، تفتح الشنطة الخلفية، تحط الخوذة، تحط أي حاجة أنت عايزها في البايك. وكمان عندك مساحة تخزين في الجزء الشمال ده، ففي شنطتين موجودين هنا وفي توب بوكس. طيب تقدر أنت بعد كده تحط مساحات تخزين في أماكن تانية، فعندك هنا في مساحة تخزين تقدر تحط فيها المفتاح بتاعك اللي المفروض يكون في جيبك، واحد من أفخم المفاتيح اللي ممكن تشوفها في العالم للبايك. كمان عندنا هنا في مكان تانك البنزين اللي ممكن يقدر يمشيك لحد 600 كيلومتر من غير ولا تفويلة. الزراير دي كمان بتدي لك مثبت سرعة، فعندنا هنا في مثبت سرعة تقدر تتحكم فيه على تثبيت السرعة ومحددة، تقدر توصل إن الموتوسيكل ما يعديش سرعة معينة. طيب كل ده بقى والفخامه دي محطوطه في موتور ايه؟ محطوطه في محرك 6 سلندر 1800 سي سي بيطلع لك تقريبا 118 حصان. المحرك ده يقدر يوصل لسرعه 250 كيلومتر في الساعه، 250 كيلومتر في الساعه، ولكن محدد الكترونيا على 180 في بعض البايكات والبلدان. الموتوسيكل كمان جاي بنظام مساعدين سسبنشن كهربائي متكيف. يعني ايه متكيف؟ يعني البايك ده تقدر تعدله من الشاشه اللي قدامك لاربع انماط قياده، يعني تقدر تخليه تورنج للسفر فيبقى مريح، مساعدين تبقى سوفت كده بتضغط بالراحه عشان تتلافى المطبات وتحسسك بالراحه شويه، او سبورت فتنشف المساعدين عشان تحسسك باحساس رياضي وانت بتدوس جامد، او رين عشان تخلي دوست البنزين بتاعتك من هنا لو هي كانت قويه ما تخليش العجله تلف بسرعه وتتزحلق وانت على ميه، او ايكو لو انت جوه المدينه عايز توفر وعايز تخلي الموتوسيكل يكون هادي معاك. كمان الموتوسيكل السسبنشن بتاعه بيفيدك في حاجه كمان، انك تقدر تتحكم من الشاشه دي في وضعيه الركاب، هل انت ماشي لوحدك ولا ماشي لوحدك ومعاك حموله
ولا معاك شخصين وحمولة، عشان لو حد ركب وراك البايك ما ينزلش تحت ويبتدي ان هو يبقى واطي، لا انت بتعدله عشان السسبنشن يكون قاسي شوية فيقدر يتحملك. كل التفاصيل دي لسه ما سمعناش صوت البايك. خليني اسمعك صوت البايك. احنا اول حاجة هنشغل البايك من هنا وسمعك صوته ونوريكوا بقى الاضاءات الامامية والخلفية والسكرينة اللي بتقدر تتحكم فيها من الزرار ده عشان تطلع تحميك من الهواء. كل حاجة هنا كهربائية يا جماعة. هندوس على الزرار ده هيشتغل البايك. طبعا البايك بيجي باتنين جير بوكس، يا اما مانيوال من 6 سرعات، يا اما زي البايك اللي معانا ده بنظام اسمه دي سي تي دويل كراتش ترانسميشن، بيجي من 7 سرعات، فانت اللي بتختار لان البايك ليه اكتر من فئة. ايه الاختلافات كمان اللي بتيجي في البايك ده؟ البايك ده ممكن يجي لك بمكان الدرج ده باير باج، فانت تقدر تتحكم في اوتوماتيك ولا مانيوال وباير باج ولا من غير اير باج وبفوج لايت ولا لا. زي النسخه اللي معانا هنا دي فيها هنا فوج لايت وفيها اير باج وكمان فيها تحكم زياده من هنا في الركب الخلفي. طبعا لو انت عايز تحول البايك الاوتوماتيك لجير مانيوال تقدر تتحكم فيه من السالب، تجيب نقله اقل، او الموجب اللي هنا تجيب نقله اعلى. فكمان تقدر تتحكم ان انت تخليه مانيوال او اوتوماتيك. ايه رايكم في الالي دي اللي الخلف يا جماعه؟ البايك شكله تحفه من ورا، وكمان العدالات، وكمان ده الشكل الامامي للبايك. طبعا الفرامل الاماميه بتنزل ديسك اماميه وخلفيه مع جميع انظمه السلامه اللي تتخيلها ولا تتخيلها من اي بي اس وتراكشن كنترول، وكل التفاصيل دي لينكت مع بعض بالكمبيوتر بتاع البايك عشان وانت بتختار المود اللي هتمشي عليه كلها تتعاون ان هي تبسطك في المود ده، سواء عايز ترتاح او عايز جو رياضي شويه ايا كان. طبعا الجونزا الخطير اللي هنا 3 سلندر طالعين من الناحيه دي، 3 سلندر من الناحيه الثانيه، رهيب يعني. دي كانت نبذه سريعه عن الجولد وينج. ايه رايك؟ هل هو فعلا بفخامه المرسيدس والبي ام دبليو لو انت راكب عربيات؟ وايه الحاجات اللي كانت ناقصه البايك ده؟ البايك ده اسعاره بره تتراوح من 20,000 ل 30,000 دولار. عندنا في مصر في الاول كومنت تحت هتدخل هتلاقي معرض ميمي الطيب اللي بنصور فيه البايك ده دلوقتي، تقدر تعرف جميع التفاصيل والاسعار اللي انت عارفها. ولكن سعر البايك ده تراوح ما بين من 400 ل 500,000 جنيه. اتمنى نكون غطينا لكم واحد من افخم البايكات بشكل كويس. لو عندك اي كومنتات حطها لنا تحت، ما تنساش تتابعنا لو انت على فيسبوك او على اليوتيوب.